كابتن رفاعي عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، الف مبروك بطوله جديده للنشاط الرياضي بالنادي. يعني شفت البطوله ازاي وتابعتها ازاي؟ الف مبروك. طبعا تابعناها مباراه. بقول للفريق كله والجهاز الفني والطبي والاداري الف مبروك، الف مبروك لمجلس الاداره، وبسيب الميكروفون للابطال الحقيقيين عشان نحتفي بيهم ونحتفل وصلهم. تعالى اسلام كابتن الفريق عشان نشوف اسلام جديد. قول مبروك النادي الاهلي، قول مبروك، قول الف مبروك دايما يا رب. يعني